كمان يمكن نصير نعرف نقول صباح الخير باللغة الصينية. في مشروع مؤخرا عم يندرس بلبنان لتعليم اللغة الصينية بالجامعات اللبنانية الخاصة. الحلو بلبنان انفتاحه على الخارج بدليل اتقاننا للغات الأجنبية واستعمالها بالحياة اليومية. ولكن قد ايه بلبنان نحن على الصعيد الشخصي والجامعات والمدارس كمان عم تحافظ او عم تعرف تحافظ على اللغة العربية اللي هي لغتنا الام اللي بتعبر عن هويتنا حضارتنا وثقافتنا، وبالتالي قد ايه عم نستعمل اللغة العربية بحياتنا اليومية. انا رح اقول لك صباح الخير شوي عما تتحطط معك. هلا نحن رح نتوقف مع او اذا بتحبوا تعرفوا اليوم شو في عنا بهيدي الحلقة خلينا نشوف سوا. لما يعيدوا سنتهم حابين يتواصلوا معنا عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بعالم الصباح، فيكن عبر الفيسبوك www.facebook.com/alam.alsabah، وكمان تتابعونا على التويتر @alamalsabah، وكمان إذا حابين تشوفونا مباشرة على الإنترنت فيكن على www.future.com.lb. ما رح طول عليكم كتير، إذا حابين تعرفوا شو مخبيكم هذا النهار حظوظكم إذا زبطة معكم اليوم أو مش زبطة مع كارمن والأبراج. شخصيتها قوية عندها حضور وأنوثة، هيك بيشوفها للمرأة مصمم دار أزياء لوفان ألبير ألباز، وهاديا صارت حاضرة معنا اليوم ولكن بعد الإعلان لتعرفنا على تشكيلة خريف شتاء 2012-2013 الخاصة بلوفان. برمودا بعمودا. كل مشاهدي يعني فصل الخريف فصل، بس هون مثلا يمكن من عشية يمكن بتعمل له، والشماتة موجودة من الماركت بيحولوا